فكرة ملتقى الفنانين تشكيلين العربي بدأت من خلال ان هم عاوزين يحطوا الموروث الشعبي لكل دولة ويعمقوا العلاقات بين الدول العربية وبعضها من خلال لوحة فنية. فبدأت الفكرة تكبر وبدعم الدكتور سيد القماش رئيس الملتقى والأستاذ وحيد البلقاسي الكوميسير الأول والمنسق العام والفنان علاء صبح الكوميسير الثاني، كبروا الفكرة وبدأوا يعملوا عليها دعاية علشان يجمعوا بيها أكبر قدر من الفنانين العربيين للمشاركة في الملتقى. وفعلا احنا لغاية دلوقتي احنا معنا تقريبا الحمد لله 17 دولة بإجمالي لوحات حوالي 250 لوحة فنية، الكم كبير قوي من الفنانين العرب جم بجهود ذاتية بحتة بدون أي دعم من أي جهة. احنا المعرض بتاعنا غير هادف للربح، هو بس من أجل تعميق زي ما قلت لك الموروث الشعبي لكل دولة في الوطن العربي. ملتقى بصمات دي فكرة الفنان وحيد البلقاسي وهو كومسير عام الملتقى، والفكرة هو تجميع أكبر قدر ممكن من الدول العربية فنانين. التجميع الفنانين ده اتعمل بشكل شخصي من الأستاذ وحيد، وهو مقاتل الحقيقة أنه يعمل ده بدون أي جهات رسمية، وده المستقبل للجمعيات الأهلية وللعمل الفردي. نسيب الحكومات لشغل تاني ونشتغل احنا كفنانين وكحد ناس بتعمل شغل فن ايا كان مجاله. الملتقى الحقيقة اتجمع فيه حوالي 17 دولة، وده انجاز، 17 دولة عربية من كل الأطياف. الفن والجميل في الموضوع ان الفنانين العرب بيلتقوا مع بعض لأول مرة كأشخاص حتى، وبيلتقوا بفنهم وبفكرهم. فكانت الفكرة هائلة جدا وعظيمة ان تلاقي الأفكار دي. لقينا ان الموضوع بسيط خالص وان ما فيش اي تعارض بين ثقافة بلد وثقافة تانية. يعني لقينا مثلا الفنانين في المغرب شغلهم قريب جدا من الشغل المصري. الفن التشكيلي في الفترة الأخيرة او في نهاية القرن العشرين وبداية 21 بقى ملوش بلد، ملوش وطن.